برجك بالصحة، برجك بالصحة. صباح الفل للي يسمعوا فينا الكل، وصباح النشاط للأبراج الكل. ونبدأ مع الحمل. يلزمك تنقص من الجدية اللي انت فيها وتحاول تستمتع شوية، وحط في بالك اللي الضحك والراحة هما أحسن مسكنات الألم. الثور، يا ثور شبيك وليت كسول هالأيامات؟ ظهر فيه رمضان أثر فيك، عود قوم بكري واشرب كويس ما فات، وبعد أعمل أي نوع متاع سبور أنت تحب عليه، وبعد على ستريس وما تعبناش عويناتك بكثرة شدين التليفون. الجوزاء، يا جوزاء تبارك الله وما شاء الله عليك هالأيامات، صحتك ممتازة وجهازك المناعي في أحسن حالات، أما رد بالك من الاستهتار وخليك ديما محافظ على البروتوكول الصحي. السرطان، يا سرطان باش تحس روحك تعب شوية الأيامات، أما ما تقلقش روحك، شوية راحة وترجع أحسن من اللي كنت. وأهم حاجة نوصيك عليها إنك تبعد على ستريس. الأسد، ورد بالك على روحك وابعد على الماكلة اللي مش صحية، على خاطر معدتك بدأت تتعب وتتقلق هالأيامات. أعمل شوية سبور باش تحافظ على اللياقة البدنية متاعك. العذراء، يا عذراء أسمع نصيحة طبيبك وما تنساش تشرب دواك في وقته، ابعد على الدخان وخرج تمشى شوية وشم نسمة حلوة. الميزان، حالتك الصحية اليوم في أحسن حالاتها، أما رد بالك من الماكلة برشا على خاطرك تسمن فيسع، ورغم اللي أنتي ما تحبش سبور أما ما فيها بيس كان تعمل حتى شوية مارش. العقرب، يا عقرب أنتي مشاكلك عمرها ما كانت عضوية، أما ديما تهلوس بالمرض، أخطاك من التخمام السلبي وفكر بإيجابية، أضحك وفرح للدنيا تفرح لك. القوس، عندك مدة وانت تمني باش تعمل سبور، هاو قايت باش تبدأ، أما ما تنساش باش تعمل ريجيم وبعد على المقلي والماكلة الحارة باش ما تتعبش معدتك. الجدي، يزيك من ماكلة الشوكولاتة والحلو، نعرفك ما تنجمش تشد روحك عليهم أما صحتك ديما تقعد أهم وأبجل. الدلو، يا دلو ما شاء الله اليوم باش تكون في فورمة كبيرة، كلك نشاط وحيوية، أما رد بالك لا تخهوي وما تشربش ماء بارد برشا. الحوت، يا حوت يا متفائل أنت ديما تحل مشاكلك بسهولة على خاطرك تخمم بطريقة إيجابية، أما رد بالك على صحتك الأيامات. وكنت معاكم أنا أروى غيث، ومبقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول. برجك بالصحة، برجك بالصحة.